والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. ميرنا إيهاب تقدم لنا تفاصيل. أهلا بك ميرنا، تفضلي. شكرا لكم نهى وأميرة، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارا جديدا من مجلة بوصلة السياسات، وهو إصدار غير دوري يهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة لدراستها والتعرف على إمكانية تطبيقها أو تبنيها في مصر. وسلط الإصدار الضوء على السندات الزرقاء ومراحل عملية إصدارها ومتطلبات تلك المراحل، وأيضا العوائد التي يمكن الحصول عليها من عملية الإصدار، وذلك من واقع تجارب الدول الرائدة في هذا المجال. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صادرات مصر من الغاز المسال وصلت خلال أول 9 أشهر من عام 2022 إلى 4.86 مليون طن مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2021. وأوضح المركز أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2022، وصل إلى 35.7% مسجلة 1.9 مليون طن، متوقعا أن تحقق صادرات الغاز الطبيعي المسال رقما قياسيا خلال عام 2022، وذلك بنحو 7 إلى 8 ملايين طن. وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع المكتب الأمريكي للملاحة لتوفير إطار تعاوني في مجالات الاستدامة البيئية وإزالة الكربون. وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والمنظمات العاملة في مجال النقل البحري في المجالات المرتبطة بالاستدامة البيئية، تمهيدا للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء. ومن جانبه أكد نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة أن دعم التحول الأخضر للقناة ينعكس على استدامة التجارة العالمية، معربا عن فخره بتعاون المكتب الأمريكي للملاحة كمركز بحري مع قناة السويس لتعزيز التجارة الفعالة والمستدامة ومواجهة التحديات البيئية المختلفة ذات الصلة. سلم محافظ أسيوط عصام سعد أولى الوحدات الصناعية كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الجديد بالمنطقة الصناعية عرب العوامر بمركز أبنوب، مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية لصغار المستثمرين. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بالإسراع في عمليات التنمية، وخاصة في قطاع الصناعات الصغيرة بجميع المحافظات، وأيضا توفير وحدات صناعية جاهزة المرافق للمستثمرين للبدء فورا في مشروعات وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد. يبدأ التشغيل هذا المشروع العملاق قطرة الصناعة في صعيد مصر بيوفر حوالي فرص عمل وتمويلات، وإحنا كجهاز تنمية مشروعات النهاردة متواجدين بين أبنائنا وبناتنا مع زملائنا من هيئة عامة التنمية الصناعية لتمويل وإتاحة التمويل وإتاحة الخدمات المالية والغير المالية التي تقدمها جهاز تنمية المشروعات بالفوائد البسيطة لأصحاب هذه المصانع، وتوفير الخامات وتوفير رأس المال العامل وتوفير المعدات لبداية الأنشطة بتاعتهم. المجمع حضرتك 272 وحدة في أنشطة هندسية وكيماوية وغذائية ودوائية وجلود، فهمت؟ المجمع المستثمر بيقدم على كراسة وبعد كده بيدفع جدية الحجز، وبعد كده في خلال 21 يوم بيجيله الخطاب. نأمل ان احنا نغطي السوق المحلي ويكون لينا جانب من التصدير للخارج بفضل توجيهات سيادة الرئيس، وان هو يدينا فرصة زي ديت للمستثمر الصغار والمشمرات الصغرى، فمتشكر جدا لسيادة الرئيس. اخذنا قطعة قطعة كاملة المرافق كلها، مياه، كهرباء، حريق، كل حاجة مواصلة، فاضل ان احنا نحط الاجهزة ونشتغل. فاحنا قررنا ان احنا نعمل ده
وان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا مش بس نعمل حاجه عشان نغطي بيها السوق، لا بالعكس احنا عايزين كمان نعمل حاجه نطلع بيها نصدر بره. قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني إن البورصة جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة صعود المؤشر الرئيسي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة تقدر ب 22.2%. وأوضح خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير السنوي لحصاد البورصة المصرية أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية سجل أعلى نسبة صعود له في 6 سنوات خلال 2022. من شهر 7 من يعني أكثر نقطة انخفاضاً في المؤشر كانت 7800 نقطة وأنهينا العام ب 14500 نقطة، فيعني زدنا بنسبة 69% خلال هذه الفترة، فإجمالي السنة كله كان 22%. حققنا يعني كسرنا أرقام كبيرة خلال العام الماضي، حققنا أكبر عدد من العمليات في تاريخ البورصة المصرية ب 109,000 عملية في الثلاث أسابيع الأخرانيين من العام الماضي. ابتدينا نشوف معدلات سيولة مرتفعة جدا في السوق، ابتدينا نشوف 3 مليار في اليوم و 4 مليار في اليوم. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي وسط أحجام تداول مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقية بنحو يقدر ب 8.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.636 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 72% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة. أعلنت وزارة النفط العراقية إن الإيرادات المحققة عن تصدير النفط الخام في 2022 بلغت أكثر من 115 مليار دولار. وأضافت الوزارة أن كميات المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من 1,209 ملايين برميل، وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3,320,000 برميل يومياً. وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات الأجنبية فضلاً عن شركات عربية أخرى. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى نهى وأميرة. شكرا لك ميرنا.